برحب فيكم دائما ببرنامج المسامح كريم. القصة اللي رح نشوفها الآن هي من مصر، قصة خلاف بين أب وأسرته، ما شاء الله أسرته الكبيرة. رح بحكي لكم الرواية، ولكن بالأول نستقبل صاحب الدعوة الأب. سلامة سلامة، إيه أخبارك؟ تفضل سلامة. أمورك كيف الآن؟ أحوالك؟ بتشتغل ما بتشتغلش؟ والله ظروف ملخبطة، بقالي حوالي بتاع 4 سنين تعتبر ظروف ملخبطة يعني. وين ساكن؟ أنا البحيرة. بالبحيرة؟ البحيرة بالبحيرة من مصر. من مصر. على كل حال هلأ بنحكي أنا وياك شوي، بس خليني أروي قصتك للمشاهدين. سلامة متزوج، زوجته سيدة فاطمة، عندهم 6 أبناء، يعني 3 بنات و3 صبيان. أسامة راح من فترة إلى ليبيا بقصد العمل، دخل ليبيا على أساس راح يشتغل ويودي فلوس لأهله لعائلته، إنما للأسف قعد 3 سنوات بليبيا، عائلته ما عنده خبر عنه ولا بعت فلوس ولا شيء. يعني تقريبا صار في انفصال بالعائلة بينه وبين زوجته فاطمة والأولاد. هو بيقول انه انسجن في ليبيا، ما بعرف شو مدى صحة هذا الكلام، بس المهم انه انقطعت اخباره عن اسرته، ما حدا بيعرف شو عمل بليبيا. معقول ينسى زوجة وست ابناء؟ ما بعرف شو. يا سلامة خبرنا. أنا مش عارف، هي أنا بنسافر بقالي 17 سنة، وكنت بنسافر ونرجع كل شهرين كل شهر. اليومين اللي حصل فيهم مظاهرات في ليبيا، وليبيا اتغيرت، الوضع بقى يعني اتغير أكتر هناك. فأنا روحت مفيش شغل، معرفناش نطلع، كنا مجموعة، مش لوحدي، احنا كنا مجموعة، معرفناش نطلع من باب البيت. عنا حوالي بتاع 6 شهور اللي يطلع من بره البيت ممكن ينضرب بالنار، ممكن يتاخد. صحيح ما وهيدي تبعناها نحن، وكان في خطر على المصريين بشكل خاص، ومش عارفين نيجي اصلا. كنا عايزين نرجع بلدنا، مش عارفين. نعم. السكه وحشه وخوف. طيب لحظه، قبل ما تقعد 6 شهور بالبيت مش قادر تطلع، قبل منها قديش كنت قاعد في ليبيا؟ كنت عايش شهرين وبنرجع مع عيالي، مبسوط، مع جايب لهم لبس وجايب لهم حاجتهم والحمد لله. على فكرة سلامة بيشتغل سائق شاحنة، ميكروباص. طيب بعدين قعدت فترة لما البلد بدأت تهدى شوية، وكله قال بدأت البلد تهدى، حبينا نطلع. نعم. طلعنا نشتغل، واحنا راجعين من الشغل جم مسكن، لان هناك يعني مجموعات كتايب كده زي ما بيقولوا، وحبسونا حوالي بتاع 10 تنفار. احنا قعدنا حوالي بتاع 8 شهور ما احناش عارفين اصلا احنا فين. نعم. يعني عارفين ان احنا محبوسين، حدش كان بيسأل علينا اصلا. انا طلعت من ال8 شهور دولت، طلعت عندي فيروس سي، انا ما كانش عندي، انا طالع من هنا سليم، ما عنديش اي حاجة. سبب ان انا تعبت، وكنا بناخد حقن. فيروس سي والتهاب كبدي. اوف. ده انا جيت كشفت هنا، ما جيت، ما انا هنا من 6 شهور. نعم. انا كشفت وعملت تحليل، لقيت عندي فيروس، ما كانش عندي التهاب كبدي، ما كانش عندي. انا ماشي من هنا صحتي الحمد لله. عارف ما حصل شويه ظروف، حبيت نرجع لعيالي، انا عايز عيالي دلوقتي. طيب بس انت غبت عنهم 3 سنوات. مش بمزاجي، غصب عني. ما بتقول قعدت 7 شهور بس بليبيا؟ ده انا قعدت 6 شهور من غير شغل ومش عارفين نطلع، وطلق اما حبينا نطلع ونشتغل اتحبست 8 شهور. 8 شهور وسته دول حبستهم، ما نعرفش انا كنت يعني. هو سنه بعدين قديش فيه؟ في سنتين. طلعت تعبان بقى، ما انا بقول لك طلعت تعبان، ما عدت. رجعت على مصر؟ لا ما رجعتش على طول. بقيت في ليبيا؟ في ليبيا، لان انا حصل كانت بتجيلي غيبوبه كبد، وقعدت نتعالج هناك ومش عارف نروح. عايز فلوس نروح لعيالي. طيب كتبت لعيالك، وصيت لهم، قلت لهم؟ نبعت مع مين؟ ما في. نبعت مع مين؟ ما في اتصال ولا في تليفون. قطعوا الحدود وقعدوا شويه، مفيش الا سفر طيارات. ولا في تليفون ولا تليفونات. ما بعتت حدا مع الاهل مع كذا؟ لا، اهلها ما فيش موده ما بيننا وما بينهم، وهم اصلا من زمان مش من النهارده ما كانوش عايزين الدهاني. طيب انت شو جاي تقول هلا لست؟ والله انا ولاد حلال قالوا لي ان البرنامج ممكن يرد لك عيالك.
فأنا جاي ومتعشم خير. أول شيء بنشكرك لأنك وثقت فينا وحبيت تجي لهالبرنامج، وهيدي أمنيتنا نحن، وهيدا رسالتنا إنه نقدر نرجع نجمع شمل العائلات إن شاء الله نتوفق. أنا مراتي لو شافتني هتقدر وهترجع وهتقف معايا، وهي تقول لي أنا معاكم ملاش دعوة. على كل حال أنت راح بتكون أنت وياها لوحدكم، لا في أهلها ولا في أهلك، تحكي لها اللي عايز تحكي لها إياه عشان تقنعها، إنما بالأول خلينا نشوف إذا كان هي وافقت تشرف إلى استوديو. نحن بعتنا لها الدعوة، أنا بعتت لها الدعوة نيابة عنك، بنشوف إذا كان البسطجي وصلها وإذا كان هي وافقت على المجيء. يا رب. طلع بالشاشة. جورج، احنا النهارده رايحين لمدام فاطمة عبد الفتاح نسلمها دعوة الحضور في الهرم. احنا دلوقتي يا جورج وصلنا عند مدام فاطمة. لا مش طفش. عندك 6 أولاد صح؟ أيوة. ممكن تقول لنا أساميهم؟ معايا وليد وشهندة وإيمان وسامية وعبد الجليل وسيف. ربنا يخليهم لك. الله يخليك حبيبتي. دي دعوة من برنامج جورج رضاح. ماشي إن شاء الله. قبلت يعني الدعوة؟ إن شاء الله، بس أنا مش عارفة يعني عاوز أروح بيها فين الدعوة يعني. هي الدعوة دي فكرة البرنامج مفاجأة. هتعرفيها إن شاء الله لما تيجي. إن شاء الله بإذن الله. يعني هتيجي تاخدوني بقى ولا يعني مش فاهمة؟ إن شاء الله هنكلم حضرتك وحضرتك هتيجي. إن شاء الله بإذن الله. ماشي سلام. جورج، مدام فاطمة قبلت الدعوة وجاية إن شاء الله. إذن السيدة فاطمة منقبة أم وليد قبلت الدعوة، بقى هي موجودة خارج استوديو ناطرة إنه نندهلها. خبرتكم بالبداية القصة أنا والأخ أبو وليد، الأخ سلامة. سلامة بيشتغل سواق، بقى كان يشتغل على خط ليبيا يروح ويجي، وعايشين عنده 6 أولاد، هو عائلته عايشين بيشتغل بيطلع فلوس مرتاحين إلى ما هنالك. لكن مرة في ليبيا حسب ما قال إنه بعض الجهات المسلحة مسكوه حطوه في السجن، سجنوه بقي تقريبا شي 6 شهور مسجون، ثم خرج من السجن وأصيب بفيروس، فيروس سي بالكبد وعم يتعالج. المهم مختصر المفيد أنه انقطعت أخباره عن عائلته لمدة 3 سنوات. بقى 3 سنوات طبعا زوجته السيدة فاطمة زعلت، أولاده زعلوا، في عنده ابنه الكبير على تواصل معه، إنما زوجته ما كانت راغبة أبدا إنها ترجع تتواصل معه أو ترجع له. إجا على استوديو ثقة منه بهذا البرنامج ورغبة بأنه يقدر يرجع هذه الأسرة وهذه العائلة، يلم الشمل ويرجع زوجته وأبنائها إلى منزله. رح منحاول نحن بنشوف، بدنا بالأول نتعرف على السيدة فاطمة، تتفضل. أهلا ست فاطمة، أهلا وسهلا، تفضلي. كيفك يا أم وليد؟ الحمد لله. شو أخبارك؟ الحمد لله. الأولاد كلهم بخير؟ بخير الحمد لله. ما شاء الله عليكي، أنت سيدة مناضلة مكافحة. الحمد لله. وطمنيني عن أحوالكم. والله يعني الراجل بقاله 3 سنين مش موجود خالص، ولا تليفون ولا كلام ولا أبداً. جوابات ولا أي حاجة خالص. هو مسافر ليبيا وقعد 3 سنين دلوقتي ما نعرفش عنه أي أخبار. ولا خبر؟ ولا خبر من ساعة المظاهرات بتاعت ليبيا. ليبيا اللي صارت وهذا ما عرفتوا عنه شيء أبدا؟ ما عرفنا أي عنه أي حاجة. حصل له شيء بركي؟ ما عرفش، ما فيش أخبار خالص. حاولت أنت تسألي عنه؟ إحنا بنسأل، وأنا هنسأل مين بيروح ليبيا؟ مين يعني؟ ما فيش
أبداً. مش لاقي حد اسال عليه ولا كم سنه مزوجين؟ بقالنا ثلاث لا احنا من زمان متجوزين، احنا بقالنا دخلنا في 18 سنه ولا 17 سنه اكثر. اه بس ابنك عمره 22 سنه. اه بقى كم سنه مزوجين؟ ياما ما اعرفش، مش عد قد ايه ياما. حجي عم تصغري حالك شو؟ لا والله لا. الكبير عمره 22 سنه. اه ما انا عندي معلومات، ما يعني هو الولد الكبير ده هو اللي بيشتغل علينا، هو ما كان ابوه. الله الله يوفقه. هو الحمد لله والله الله يوفقه الحمد لله رب العالمين. وهذا بتربيتك ما شاء الله عليك وبتربيه. الحمد لله يا ستي. الحمد لله. يعني الناس بيجوا على البرنامج بيفكروا انه مسابقه، يعني جورج ارداحي يعني في ملايين، ما كنت بتمنى انه اعطي ملايين، بتمنى اعطي ملايين. ليش عم تبكي؟ مش عارفه. يا ستي ليكي بدي اقول لك شغله، الله كريم، وانا مش انا وجهت لك دعوه، انا بشرفني انك جيتي ولبيتي الدعوه بمحبه، بس انا بدي اقول لك شغله، مش انا صاحب الدعوه، في شخص بيعزك وبيعزكم هو صاحب الدعوه، انا وسيط. بس بتحبي تعرفي مين اللي دعاكي؟ يا ريت. اذا بتطلعي بهالشاشه بيظهر امامك، تفضلي. يا لهوي ده شو سبب؟ ايه ده؟ حرام عليك. ليش انفعلتي؟ مش مصدق. مش مصدق. يا ستي بعت لك رساله راح بقرا لك اياها، ان شاء الله انه هالرساله تقتنعي انت باللي عم بيقولوا فيها. بقول لك زوجتي الحبيبه فاطمه، وحشتيني جدا ووحشني الاولاد شهندا وايمان ووليد وساميا وعبدو وسيف الدين، واعرف انك لا تطيقي سماع اسمي او النظر في وجهي، لكننا في النهاية عشرة عمر وأنت زوجتي وأم أولادي. يا فاطمة، حين سافرت كنت أريد أن تعيشي أنت والأولاد حياة كريمة، وكنت أريد أن أرسل لك الفلوس كل شهر، لكنني عانيت في عملي ورأيت ما لم يره أحد، فشعرت بالخيبة وخجلت أن أكلمكم وأقول أنني بلا عمل وأنني لا أجد ما أرسله إليك. يا فاطمة، أنا أعرف أنني أخطأت وآسف على كل تلك الفترة، وجئت هنا لكي أطلب منكم أن نعود من جديد وأن أتحمل مسؤولياتي تجاهك وتجاه الأولاد كأب. أنا حقا آسف، وأرجو أن تنظري في وجهي أمام الناس وأن تسامحيني، لأن المسامح كريم. يعني هو برسالته هون مش قايل انه انسجن، انه اعتقل، مش انسجن، اعتقل، اعتقلوه عصابات مسلحة مثل ما اعتقلوا عدة شباب مصريين، وقتها صار في ضجة كانوا مضطهدين المصريين شوي أثناء الأحداث. بقى يعني ما بعرف إلى أي مدى ما كان في بإمكانه يتصل فيكم، بس هذا اللي حصل، وهذا أب لستة أبناء أنت وياه، ثلاث بنات وثلاث شباب، ومش عارف يعني جاي يطلب منك السماح وانك تنسي هالفتره هيدي ويرجع يفتح صفحه جديده معك. ابني بقاله سنه ونص في السرطان دخن. هو مش عارف، يمكن انت عارف انه ابنك في معه سرطان. يا لا انا اقول نوبه نسمع. طيب يا ريت تحكي لها لام وليد، تقول لها البكت لها اياه. تفضل. هي عارفة غزو، هي عارفة ظروفي، وعارفة ان انا عمري ما تأخرت عليهم في اي حاجة. انا الحمد لله معيشهم عيشة حلوة، و 25 سنة انا اللي وقفت معاها. انا عندي ست عيال، الست عيال كنت انا اللي بنخدمها في ولادتها، ما كانش حد بيجيلي، يعني كان معايا قرايبي واخواتي وكلك، كنت انا اللي بنقعد معاها. اما حبت تعمل عمليه وتعبانه كنت انا اللي بنشيلها. هي عارفه ان انا ان هي مش مجرد زوجه، انا ديت اصلا مش زوجه عاديه.
في ناس ياما متجوزين وناس بالنسبه لي ديت مش زوجة، انا بالنسبه لها اب وهي بالنسبه لي ام، ما هي الزوجة خالص. انا لو بنحسبها زوجة او هي بتحسبني اب. يا سلامة، 3 سنوات ما فيش اتصال. قالت انه ليش بالتليفون؟ انا كان معايا ناس ماتوا قدام عيني، انا كنت ممكن من ضمن الناس اللي ماتت دي. انا الحمد لله انا طلعت بمرض وحمد ربنا عليه، في ناس ما طلعتش من هناك خالص، وهم عارفين ظروفي وهم عارفين ان انا ما نعملش كده من النفس. انا مش هنهرب من عيالي اللي انا جبتهم او هنهرب منها، انا طالع عشان نعمل لهم عيشه، نعدل حياتهم، مش طالع نعمل حاجه وحش. وهم عارفين كده كويس، وهم ما يعرفوا ظروفي ويشوفوني هيسامحوني. طيب شو بدك تقول لها للست فاطمه؟ انا عايزها تبص في وشي بس، بصي بوجهي وتسامحني. ام وليد مش عايز اكتر من كده، بص في وشي بس وسامحيني. انت عارفه اللي عندي، من غير ما نتكلم انا عمري ما اتكلمت. في واحد عمره ما يقول لمراته انا بحبك؟ انا عمري ما قلت لها انا بحبك. هي كانت تبص في وشي وانا بنبص في وشها، خلاص عرفنا كل اللي عندنا. مش محتاجه، هي مش محتاجه وعارفاني انا شكلي ايه. انت ما كنتش عارف انه ابنك الصغير مصاب بالسرطان؟ ده اللي حزنني. انا كنت بطه ما شفتوش. بيقول له 3 سنوات ما شافش ابنه الصغير. 3 سنوات، كان عنده 3 سنين، بقى عنده 6 سنين. ايه اللي حزنني ده؟ عم بيقول هو يا رب كان جه فيا. انا لو جه فيا ما زعلتش، لو جه فيا والله ما زعلت. بعد ده العيال اتغيروا، ده كبروا، ده كان سايبهم اطفال صغننين كبروا. طيب يا ست فاطمه، سمعتي كلامه لسلامه، كلام اب يعني مجروح، واجت ظروف عكست عليه حياته، مش بمزاجه. والغربه ازلته، قال لي كان ممكن يموت، يعني كان ممكن ما يرجعش بالمره. أنا شفتك لما أول ما شفتي صورته تفاجأتي مفاجأة سعيدة، ما صدقتش إنه بعده عايش. لا ما صدقتش والله. بس هو عايش، هو عايش الحمد لله، هو عايش وهو موجود معنا في الاستوديو في الجانب الآخر الحمد لله، بينك وبينه هذا الفاصل. فهو جاي حتى يقول لك سامحيني وترجعوا سوا، ويرجع يستأنف عمله الرجل ويساعدك إن شاء الله، ويشوف ابنه الصغير يوقف معاه وياخذ عنك حمل. بدك تسامحي؟ سامحة. والمسامح كريم؟ الحمد لله. وبتشوفيه بتسلمي عليه هلا وبترجعي معاه؟ ان شاء الله. خلاص؟ ان شاء الله. سامحناك يا سلامة. تفضلي يا ام وليد. شرف. خليك عندك. تفضل. يجيبك. يعني أنا كثير سعيد ما تتصوروا إنه بعد هالمصايب اللي حلت فيك، واللي أنا كثير سعيد إنه رجعتوا لبعض، والأولاد حيفرحوا، وأنا كل شيء بطلبه من الله إنه يشفي لكم الولد الصغير، إن شاء الله يعدي ويقوى على المرض برعايتكم اثنينكم، الله يوفقكم. تحياتي للأولاد وللأسرة، مع السلامة. شكرا. الله يكرمك. تسلمي. الله يوفقهم. قصة جديدة، قصص حقيقية، قصص مؤثرة ببرنامج المسامح كريم.